جيت نشارك معاه الهم ديال تدبير قطاع الشباب، وهذه مناسبة أنه يعني يعطي فرصة كبيرة لهذه المنطقة هذه باش تحتضن هذه التظاهرة الجهوية، ونظرا ليكون أن العوامرة فعلا بقواها الرياضية من جمعيات وأندية في الحقيقة الآن تتمثل إقليم العرائش في الاحتضان ديال هذه التظاهرات. تنوجه الشكر ديالي للجميع الانديه والعصبه والجامعه من هذا الموقع هذا باسم قطاع الشباب، وكذلك تنشكر السلطات المحليه والعناصر الدرك الملكي وكذلك الجماعه الترابيه والقوات المساعده على الدعم والمسانده، وكذلك على جميع المساهمين والمنظمين والمدعمين لهذه التظاهر. شكرا.